صباح الخير يا جماعة، ازيكم كلكم؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم على الاكسبشنز. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على الـ templates، وشوفنا ازاي نقدر نعمل template يعمل لنا generic لما بنستعمل مثلا class او function بتستخدم data type معين، وانا عايزة ان هي الـ data type ده ما يبقاش مربوط بـ type معين، انا عايزاه يبقى generic type. فبنستعمل ازاي الـ templates؟ شوفنا الـ class templates، وشوفنا ازاي انهارت من class template ان ده بيأثر في استخدامي لل member variables وال functions بتاعت ال base class بتاعتي، وان احنا كل مرة بنكتب كنا اسم ال base class بتاعي وال scope resolution operator and so on. تمام، وحلينا example المرة اللي فاتت اللي هو searchable array. ممكن لو حد فيكم جرب مثلا يعمل اللي هو resizable array اللي هو بيغير حجم ال array، ده برضو practice كويس، practice على ال pointers وبراكتس كويس على الكونسبت نفسه اللي هو التمبلتس والانهيرتنس. ثانية واحدة بس، ايه نبدأ الريكوردينج. طيب يبقى احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم على الاكسبشنز. اوكي، الاكسبشنز اكيد كلنا بشكل او باخر طالما احنا بروجرامرز يبقى احنا اكيد شفنا اكسبشنز قبل كده. اكيد انا شغلت قبل كده البروجرام بتاعي ولقيته بيطلع لي اوتبوت مسج اكسبشن حصل، وحاجات بقى ايه ممكن نفهمها وممكن ما نفهمهاش. اوكي، ممكن تبقى حاجات واضحه شويه، هيقول لي مثلا حاجه ليها علاقه بالميموري، كتير بتبقى الاكسبشنز ليها علاقه بالميموري. ممكن تكون اكسبشنز تانية يعني مختلفه. اوكي، ممكن ما لقاش مثلا فايل معين فجيت انت تعمل له اكسس فحصلت مشكله. في اكسبشنز كتيره. اوكي، الاكسبشنز في السي بلس بلس ليها بيس كلاس اسمه اكسبشن، بينهرت منه كل الكلاسز بقى الانواع الاكسبشنز المختلفه، بس مش هو ده موضوعنا. انا يهمني ازاي ان انا اعرف اهندل اكسبشنز في البرنامج بتاعي عشان بدل ما تطلع لي الاوتبوت مسج اللي هي هتبقى شكلها مش ظريف لو مثلا انا البروجرام بتاعي ده حد شغله وطلع له اكسبشن. لا، انا عايز لو حصلت مشكله تطلع اوتبوت مسج طبيعيه، والبرنامج ممكن يا اما يخرج بيسفلي كده ويقول حصلت ايرور كذا كذا والبروجرام دلوقتي والاكزيت مثلا، فتبقى مسج طبيعيه من غير ما تطلع اللي هي البوب اب بتاعت الويندوز اللي هي المزعجه اللي بتطلع في وسط البروجرامز بتاعتنا. تمام، فاحنا اتكلمنا على التمبلتس احنا قلنا، ودلوقتي احنا هنتكلم على الاكسبشن هاندلنج. طيب الاكسبشنز برضو بنسميها ران تايم ايرور. ليه؟ لان احنا ما بنشوفش اكسبشنز بتحصل لما باجي مثلا اكمبايل البرنامج بتاعي ولقيت ايرورز، هل ده كده اكسبشن؟ لا، ده مش اكسبشن، ده كومبايلر ايرور، عندي مشكله في السنتكس. امال الاكسبشن يطلع لي امتى؟ وقت الران، وانا بعمل ران بيطلع لي بوب اب وبتقول لي ان في اكسبشن ما. اوكي، انا عايز البروجرام بتاعي يعمل ديلينج للبروبلم دي من غير ما يطلع، احنا قلنا البوب اب بالشكل اللي هو كأن انا ما عملتلوش هاندلنج خالص، فهو طلع من السيستم دايركتلي على الشاشه. تمام، احنا طبعا ممكن نعمل اكسبشن هاندلنج بشكل اما بسيط لو البرنامج بتاعي بسيط عايز اكسبشن هاندلنج بسيط، او على حسب لو البروجرام بتاعي كبير فمحتاج اكسبشن هاندلنج بشكل اكبر شويه. دلوقتي ابسط اكسبشن يعني ممكن اعمله، ويمكن كمان ما بيعتبرش اكسبشن قوي بس يعني احنا هناخد الاكزامبل ده. اوكي، وهي ان انا اعمل ديفيجن باي زيرو. احنا عارفين طبعا ان في الماث ما ينفعش اعمل ايه ديفيجن باي زيرو، دي حاجه بتطلع انفينيتي، وبالنسبه للبروجرامينج بتطلع اكسبشن. اوكي، بتلاقي البروجرام عندي بيسموه يعني ضرب او يعني ايه وقف او طلع لي الاكسبشن في الشاشه. فانا عندي مثلا
هنفترض ان انا عندي في البرنامج ده برنامج صغير كده، التوب 90 والباطم عندها الفاليو 0، دول 2 انتجرز تمام. وبحاول اعمل ديفيجن التوب بتاعي على اكتر من فاليو، مره عملت توب ديفايدد باي 2 ودي ما فيهاش مشكله، هتطلع اوتبوت توب ديفايدد باي باطم اللي هو هيقسم 90 ديفايدد باي 0 تمام، وبعدين توب ديفايدد باي 3 وبعدين يطبع لي دان. الستيتمنت ما فيهاش مشكله ما عدا اللي هي بتقسم على توب على باطم والباطم الفاليو بتاعته 0. اللي هيحصل ان انا هيطلع لي اكسبشن بالشكل ده. ده طبعا اكسبشن يعني لو انا بروجرام مثلا بروجرامر وسلمت برنامج والبرنامج ده لما حد جه استخدمه طلع لي الاكسبشن دي، ده مش شكل كويس ابدا للبروجرام، يبقى انا كده ما عملتش هاندلنج لاي ايرورز ممكن تحصل تمام. وزي ما احنا شايفين كده مكتوب check online for a solution ولا close the program اوكي. وممكن تعمل view program details يمكن تفهم المقصود ايه، يعني هنا ده ما فيش اي حاجه بتقولي ان حصل division by zero، فانا كمان مش شرط ان انا ابقى فاهمه الاكسبشن ده ايه سببه تمام. هنلاقي طبعا البروجرام طلع وقف عند الحته دي، يمكن دي اللي هتبين لي شويه، top divided by 2 طلع لي 45، top divided by bottom وعمل equal ووقف على كده. طيب يبقى ايه الاكسبشن ده؟ يعني احنا عايزين الترمينولوجي اللي هي الاسامي اللي احنا المفروض نعرفها في الكونسبت بتاع الاكسبشنز دي. اول حاجه اللي هي اكسبشن اللي هو object او value that signals a runtime error، يعني بتوضح لي ان حصل runtime error في البروجرام بتاعي تمام. throw an exception انا ممكن اخلي كود معين لو لقى مثلا في قيمه معينه مش مظبوطه هو اللي يعمل throw an exception. يعني ايه؟ هنا انا ما عملتش في البرنامج اللي فات الصغير ده بتاع الديفيجن، انا ما عملتش throwing the exception ولا حاجه، هو الاكسبشن حصل طبيعي بعد الديفيجن اوكي، ديفيجن باي زيرو تمام. لكن انا ممكن في البرنامج بتاعي اشوف حاجه معينه شايفاها مش مظبوطه وانا اللي اعمل throwing للاكسبشن، فثرو اكسبشن يعني اعمل سيجنال ان في حاجه غلط اوكي. بعد كده في كاتش او هاندل ان اكسبشن، ان انا المفروض بقى جوه البروجرام بتاعي لو انا عامله اكسبشن هاندلنج يبقى المفروض ان انا بيسموها كاتش، هي زي يعني ثرو ردها كاتش، يعني ثرو حد بيرمي حاجه وكاتش حد بيمسكها اوكي. فالكاتش هي المفروض اللي هتبتدي تانتربريت ذا سيجنال، تبتدي تفهم السيجنال دي وتفسر وتطلع يمكن اوتبوت مسج، تخرج من البروجرام، تعمل حاجات معينه قبل ما البروجرام يخرج من يمكن مثلا في حاجات لازم يعني تتظبط قبل ما البروجرام بتاعي يقفل اوكي. فده يبقى عرفنا الثلاثه، عرفنا ايه اكسبشن، يعني ايه ثرو اكسبشن اعمل سيجنال ان في حاجه غلط، ويعني ايه كاتش ان اكسبشن. في حاجه اسمها تراي وكاتش، دول كي ووردز بتوعي تبع الاكسبشن هاندلنج. التراي ده بيبقى اسمه تراي بلوك علشان هو بيبقى جواه كود، بيبقى زي ما احنا شايفين كده بدايه البلوك عندي في كيرلي براكت ونهايته بقفله بكيرلي براكت. اي حاجه جوه التراي دي بحط جواه كود ممكن اكون متوقع ان هو احتمال يسبب مشكله اوكي، احتمال يسبب مشكله ليه، ممكن بقى مليون حاجه تسبب مشكله اوكي. فاي كود انا شاكه ان هو ممكن يعمل اكسبشن هحطه within التراي بلوك، جوه التراي بلوك ده تمام. طيب بعد التراي بلوك بما اني انا متوقعه ان في مشكله، مش متوقعه يعني ان انا في احتمال كبير ان تحصل مشكله، يبقى الكود بتاعي فيه حاجه غلط، لكن انا بقول احتمال ممكن. ما احنا لازم كبروجرامرز نعرف كل السيناريوز اللي ممكن تسبب لنا مشاكل ونبقى شايفينها قبل ما تحصل اوكي. بعد كده بعد التراي بلوك بعمل كاتش، هي دي كاتش ان اكسبشن اللي احنا قلنا عليها. كاتش معناها لو حصل اكسبشن في البلوك بتاع التراي ادخل لي الكاتش دي واعمل لي بقى حاجه في النص هنا، وبرده بيبقى اسمها كاتش بلوك، وبرده بفتح كيرلي براكت واقفله واحط اي حاجه انا عايز اعملها في حاله لو حصل اكسبشن احطها within الكاتش بلوك ده. طيب انا الكود اللي فات ده اللي هو بتاع الديفيجن، الديفيجن ايه؟ بيبقى خطر ان كيس ان الحاجه اللي بقسم عليها الفاليو بتاعتها زيرو، فحطيت كل الديفيجن جوه تراي بلوك كل الكود تمام. وبعد كده كتبت كاتش، هنتكلم على اللي جوه البراكتس اللي هي بعد الكاتش ده بعد شويه اوكي.
قلت catch تمام، وقمت طابعه output message something has gone wrong. اوكي، فكده البروجرام بتاعي اللي هيحصل ايه؟ ان هو هيبتدي ينفذ في التراي، اول ما يحصل exception هيقوم رايح على، هيقوم سايب التراي دي وكل ما هو تحتيها ويدخل على الكاتش بلوك ويبتدي ينفذه ويقول something has gone wrong، بس مش هتطلع لي الاوتبوت مسج بتاعت السيستم اللي كانت طالعه بالشكل ده خالص، لا هتطلع سي اوت عاديه خالص. وبعد كده بعد ما يخلص الكاتش هيقوم رايح على السي اوت ويطبع دن ايه بكل سلام وهدوء من غير مسجز او بوب ابس شكلها غريب. تمام، طيب نجرب نفس البروجرام تاني. هو كاتش ثلاث نقط دي، ده على فكره الثلاث نقط دي كود، مش معناها ان احنا هنملاها، لا هي في كاتش ثلاث نقط، ثلاث نقط معناها كاتش اني تايب اوف اكسبشن، يعني دي تعتبر جينيريك كاتش كده، كاتش اني ثينج ذات مايت هابن، يبقى اي اكسبشن هيقوم داخل على الكاتش دي. وممكن نغير الثلاث نقط دي؟ اه ممكن نغيرها وهنشوف دلوقتي. اهو دلوقتي البروجرام بتاعي الاوتبوت بتاعه بقى ايه؟ top divided by 2 equals 45، دي الستيتمنت دي، ودي ما حصلش فيها مشكله ولا اكسبشن. تمام، top divided by bottom ابتدى يطبع المسج دي سي اوت لوحدها، فهتتنفذ هي لوحدها ما فيهاش مشكله. جت البورت ده هو ده اللي عمل مشكله فما اتطبعش، راح التراي هو ما كملش، يعني هو وانس ان حصل اكسبشن في الحته دي يبقى هو مش هيكمل الكلام ده كله خالص، اي حاجه تحت الستيتمنت اللي حصل لها اللي حصل فيها اكسبشن مش هتكمل. امال هيعمل ايه؟ هيقوم ناطط على الكاتش بلوك ويبتدي يشوف ايه الكاتش المفروض اللي يدخل يعمل ايه، المفروض يطبع المسج دي، فراح طابعها في الحته دي something has gone wrong. وبعد ما خلص الكاتش بيقوم خارج كمان على السي اوت ويطبع دن وخلاص. فطبعا الشكل ده اكيد احسن من الاكسبشن اللي كان طالع كبوب اب بالشكل الاولاني. اوكي، انا عرفت ان في حاجه غلط حصلت بس البروجرام كمل للاخر وقال دن وات فينيشد، بس ممكن ابتدي ادور اقول ايه ده في مشكله، بس الشكل مختلف عن اللي فات خالص. طيب احنا عرفنا دلوقتي، احنا قلنا ان في حاجه اسمها اكسبشن وفي حاجه اسمها ثرو وفي حاجه اسمها كاتش. احنا شفنا الكاتش، الكاتش اهي، والكاتش اللي هي بهندل بيها اي اكسبشن ممكن يحصل. طيب امال الثرو، في كيورد اسمها ثرو، دي بقدر انا اعمل ثرو لاكسبشن في حاله، مش شرط السيستم ان انا استنى ان السيستم يجنريت اكسبشن عشان انا اعمل له كاتش، يمكن انا عايز اعمل ثرو لاكسبشن بنفسي تمام في حاله ان حصلت مشكله معينه وانا عارفه ان هي، انا مش هستنى الاكسبشن ان هو يحصل، لا انا هعمل ثرو لاكسبشن بحيث ان انا هندله بالكاتش. فبكتب ثرو وجنبها بحط جنب ثرو ارجيومنت اي حاجه انا عايزه ابعتها بحيث ان الكاتش بعد كده ممكن تستقبلها، وهي دي البارامترز اللي احنا قلنا ان الكاتش هتاخدها. تمام، طيب الكي ووردز عرفنا الثرو، ثرو ممكن اعمل ثرو لي اكسبشن، لسه هنشوف طبعا الطريقه ازاي. التراي زي ما احنا قلنا كلمه، ايوه في سؤال ثرو تاني. احنا قلنا ان مثلا في موضوع مثلا ديفيجن باي زيرو ده، هل انا عملت ثرو لي اكسبشن؟ لا، هو ده اكسبشن حصل من السيستم. اوكي، وانا عملت كاتش علشان اهندل الاكسبشن اللي حصل ده، لكن ممكن ان انا اعمل ثرو، احنا لسه ما شفناش في اكزامبل فمش باينه دلوقتي، ممكن انا اعمل ثرو خلاص، وثرو دي تعتبر هي بجنريت اكسبشن برضو. اوكي، والمفروض ان هي ثرو دي بتاخد ارجيومنت، لسه هنشوف طريقه استخدامها، بتاخد ارجيومنت وبقدر استقبله في الكاتش. تمام، طيب التراي احنا شفناها، تراي دي اي كود انا حاسه ان هو ممكن، هو ده اللي انا عايز اتاكد ان هو زي سيفلي اكزيكيوتد، ان انا هو هيحصل له اكزيكيوشن بسلام، يعني انا شاكه ان هو ممكن يجنريت اكسبشن، فبقوم حاطاه within التراي بلوك، وبقدر بعد كده بعد التراي بلوك احط ايه الكاتش بتاعتي. يبقى الكاتش بتبقى ورا التراي، مش ما بعملش تراي وبعدين اكتب لي شويه كود وبعدين ارجع اعمل كاتش، لا هما بيبقوا ورا بعض، يعني تراي وراها كاتش بلوك. تمام،
لما اعمل تراي وما اعملش وراها كاتش يبقى انا كاني ما عملتش حاجه خالص، لان انا كده كاني ما عملتش حصل اكسبشن وحطيته within التراي بلوك بس ما عملتش كاتش، كان حد رمى حاجه وما حدش مسكها طب فوقعت على الارض، وقعت على الارض دي يعني طلع لي برضو pop up exception لانه it wasn't handled خلاص، فالاكسبشن برضو هيطلع لي كpop up زي ما احنا شفناه في حاله الديفيجن باي زيرو مثلا. طيب الكاتش بلوك احنا شفنا ان كلمه كاتش بيتحط ما بين قوسين حاجه في النص، الحاجه في النص دي بتبقى زي كده البارامتر بتاع الفانكشن اوكي، هو بس هو بيبقى one parameter، فبيبقى على حسب نوع الحاجه اللي جايه لي، نوع الاكسبشن اللي جايه لي، ولو انا حطيت 3 دوتس دوتس زي ما احنا شفناها اي نوع اكسبشن will be handled. طب امال ايه فايده ان انا احط بارامتر؟ لسه هنشوف في الاكزامبلز اللي جايه. طيب اي فانكشن هتعمل throw لي اكسبشن او هتسبب اكسبشن حتى من غير ما اعمل throw المفروض تتحط within التراي بلوك تمام. طيب اتفقنا ان لو الفانكشن هتعمل throw لإكسبشن التراي بلوك بيخرج من التراي بلوك دايركتلي زي الديفيجن كده، الثلاثه ديفيجنز الديفيجن اللي في النص عملت اكسبشن فالديفيجن الثالثه ما اتنفذتش لان بقيه التراي بلوك كله بيخرج منه اوكي، وبيدخل على الكاتش بلوك تو بروسس ذا اكسبشن. لو لقى الكاتش بلوك وبيماتش الاكسبشن هينفذ الكاتش بلوك، لو ما لقاش كاتش بلوك خالص او الكاتش بلوك بتاعي البارامتر بتاعه مش بيماتش الاكسبشن اللي اتبعت ساعتها برضو مش هيدخله والبروجرام هيطلع الاكسبشن والاكسبشن مش هيبقى ايه handled. طيب ناخد فانكشن مثلا، فانكشن اسمها total days، الفانكشن دي بيجي لها ايام واسابيع والمفروض انها بتطلع توتال عدد الايام، فانها تضرب الاسابيع تايم 7 وتجمع ليهم عدد الايام عشان تجيب لي التوتال دايز تمام. المفروض ان انا هبعت لها ايام من 0 تو 6 ده الرينج بتاعي اوكي، ففي حاله ان هي لقت الايام اقل من الزيرو او اكبر من السكس ده بالنسبه لها كده اكسبشن وحاجه مش هتعرف تعمل لها هاندلنج او مش مظبوطه تمام. فادي كلمة throw اهي، دلوقتي الفانكشن هي اللي هتعمل throw. بالنسبة للكمبايلر يعني مش في الديفيجن باي زيرو هو الكمبايلر لوحده عمل exception، لكن هنا هل الأيام إنها تبقى أقل من زيرو أو أقل من ستة هتعمل automatic exception؟ لا مش هتعمل، هي في حد ذاتها أنا لو قلت له اضرب لي الأسابيع في 7 plus days الديز دي لو بالنيجاتيف هو مالوش دعوه هيعمل نيجاتيف 1 وخلاص، لو الديز دي باكبر من 6 مالوش دعوه هيحسبها وخلاص، وبالتالي انا عملت انا الاكسبشن بنفسي وعملت ثرو جوه الكود بتاعي. ثرو يعني اعمل لي اكسبشن خلاص، والاكسبشن ده هيبقى نوعه ايه ما بين دبل كوتس يعني نوعه ايه نوع سترينج يعني او كاركتر اري اوكي، فبقول له throw ودي وحاطه جوه الكاركتر asterisk ده حاطه message invalid number of days اوكي، يبقى ادي الفانكشن والفانكشن جواها فيه throw في مكان ما تمام. ده معناه ان انا الفانكشن دي لما اجي اناديها لازم احطها جوه try block، لان اي كود بيسبب exception او بيحصل throw لexception من خلاله لازم احطه within try block جوه try block. اتفضل مين اللي بيسأل؟ ايوه انا، هو ال throw المفروض تاخد string او object من نوع exception بس، يعني بتاخد اي حاجة تانية غير الاتنين دول؟ تاخد اي throw اي حاجة، انت لو قلت throw 10 هيرمي integer عادي عادي اي نوع، ولسه هنشوف كمان ان ممكن نعمل حاجة اسمها exception classes ممكن ابعت object اوكي؟ تمام شكرا. طبعا else في حالة ان ايه الكلام يعني الـ days ارقامها مظبوطة في الرينج ما بين 0 و 6 بيطلع الحسبة بتاعته اللي هي دي ويعمل لها return. طيب هاجي انا مثلا في المين او في الحتة اللي هنده فيها الفانكشن اوكي، هعمل ايه؟ هعمل try block عشان الفانكشن دي جواها throw، يبقى لازم
تبقى جوه تراي بلوك. جوه التراي بلوك ندهت الفانكشن وعامله فاريبل اسمه دايز. بقى نفترض ان هو متعرف بره او حاجه، دايز ايكوال توتال دايز، ومدياله دايز وويكس، تمام. وبعدين بقول توتال دايز وبطبع الايام اللي رجعت لي الفانكشن، تمام. ايه اللي هيحصل؟ ان الفانكشن هتتنده. في حاله نفترض ان مثلا انا عندي، هنقول ان الدايز كانت ب7 ويكس ايكوال 2، اوكي. ساعتها اللي هيحصل ان هو هيروح ينده الفانكشن، الفانكشن هتلاقي ان الدايز اكبر من 6، هتعمل ايه؟ هتعمل throw. فهترجع للحته دي تاني للتراي بلوك ماسكه اكسبشن، عامله سيجنال ان في اكسبشن حصل، وان الثرو اللي جايه لي نوعها ايه؟ نوعها كاركتر استرسك، او يعتبر نوعها كونستانت كاركتر استرسك، اوكي؟ لان هي اللي اللي هو ليترال اللي بيتبعت، فبتعتبر الكاتش بتاعتي اهي، ادي الكاتش. بصوا حطينا ايه؟ كونستانت كاركتر استرسك. لو حطيت كاركتر استرسك بس، او لو حطيت سترينج بس، مش هتعتبر ماتشنج مع التايب اللي مبعوت، فبالتالي مش هتتهندل، مش هيحصل لها هاندلنج في الكاتش دي، اوكي. يعني دلوقتي احنا حطينا هو البارامتر بتاع الكاتش ليه نوع، ولازم النوع ده يكون ماتش مع الحاجه اللي حصل لها ثرو، تمام. الحاجه اللي حصل لها ثرو كونست كاركتر كاركتر استرسك، يبقى احط هنا في البارامتر بتاع كونست كاركتر استرسك، تمام. وناخد بالنا ان احنا عملنا ايه؟ زي الفانكشنز بالظبط، اوكي. عملنا اسم للبارامتر بتاع الكاتش، وجوه اقدر اقول ايرور، اطبع ايرور واطبع المسج، وبالتالي هيطبع المسج اللي هي جايه له من الثرو، اللي هي انهي واحده؟ invalid number of days، اوكي. يبقى دي اتبعتت من الثرو وراحت لمين؟ استقبلتها مين؟ الكاتش. طيب لو انا عملت كاتش ثلاث نقط، هتشتغل ولا مش هتشتغل؟ مش احنا قلنا ان الثلاث نقط دي بتماتش اي تايب؟ اه بتماتش اي تايب. يبقى لو عملت كاتش ثلاث نقط هتشتغل؟ اه هتشتغل، بس مش هيبقى عندي بارامتر المسج، ما عنديش بقى محتوى المسج كانت ايه، هي المشكله كانت ايه. ما هو ميزه ان انا اعمل ثرو لمسج ان انا ابقى عارفه ايه الايرور اللي حصل. يعني هنا بيقول لي invalid number of days، فانا عرفت ان في مشكله عدد الايام. لكن في حالة إن أنا عملت الكاتش بتاعتي الجينيريك دي، أوكي؟ أنا مش هعرف اللي جالي أو اللي سبب المشكلة مين هو، أنا هقدر أطبع ايرور وخلاص كده وأسكت، إيه هو الايرور اللي حصل؟ أنا معرفش. فهمتوا الفرق بين إن أنا آخد بارامتر وإن أنا أخليها جينيريك؟ أوكي؟ أنا باخد بارامتر بقدر أستقبل الحاجة اللي حصل لها throwing، لكن لو بخليها جينيريك أنا مش هقدر أعرف إيه اللي اتبعت. طيب طبعا خدوا بالكم، لو حصل اكسبشن الستيتمنت دي مش هتتنفذ. ليه؟ لانها بعد الستيتمنت اللي عملت الاكسبشن دي، حصل فيها اكسبشن، خلاص هيقوم خارج فورا من التراي بلوك، اي حاجه تحتيها مش هتتنفذ انكلودينج دي، which makes sense، طبيعي. انا مش هطبع الدايز لو حصل اصلت مش... يعني لو حصلت مشكله في الفانكشنز، انا مش هطبع عدد الايام، اوكي. هتاخدوا بالكم ان اصلا في الثرو انا ما عملتش ريتيرن ولا اي حاجه، يعني مفيش حاجه هترجع جوه دايز، هو هيخرج من قبل ما يعمل هيخرج من الفانكشن باكسبشن وما حصلش ريتيرن ولا حصل اي حاجه. ايوه اللي عندك سؤال اتفضل. هو انا ليه يا دكتور بحط كلمه ثرو ما اطبع على طول ان هو بيطلع ايرور؟ ما هو الفكره في التراي بلوك ان انا ممكن اعمل اكسبشن، انا هطبع على طول وبعدين هعمل ايه؟ هعمل ريتيرن؟ لا انا قصدي إيه؟ مش الفانكشن مستنيه ريتيرن ولا لا؟ اوكي ينفع ان انا اقول مثلا ما هو احنا بقى لو هنهندلها من غير اكسبشنز، انا بقى هعمل سي اوت ويمكن ارجع نيجاتيف 1، وفي المين ابتدي هاندل اه ده انت لو نيجاتيف 1 ما تطبعوش، واقعد اعمل بقى اف كونديشنز. فدي مختلفه خالص عن التراي والكاتش، ان انا بعمل اكسبشنز، اوكي. الاكسبشن بقول ثرو وبسيب الدنيا كلها، يعني ده بيخليني اسيب ولا محتاج اعمل ريتيرن ولا اعمل دامي،
value اعمل لها returning عشان انا مش عايزه يعني فاهمين. فاكرين البوك ليست واليوزر ليست لما كان ما بيلاقيش مثلا اليوزر ممكن ساعتها انا هعمل اكسبشن واعمل له كاتش مثلا في المين اوكي. لما حاولنا ان احنا طب هنرجعه يوزر ريفرنس, طب ايه الريفرنس اللي انا عايزه ارجعه, انا مش عايزه ارجع اصلا حاجه خالص. فانا قصدي دي بتبقى حلول لكده, انا مش عايزه حاجه ضامي, انا عايزه اشتغل باكسبشنز وهي كاتش واحده. يعني لو حصلت ايرورز في اماكن مختلفه, لو انا جوه التراي بلوك دي عندي اكتر من فانكشن وممكن كذا واحده تعمل ثرو, كلهم هيحصل لهم هاندلنج جوه كاتش واحده, مش هعمل يون اف كونديشن تهندل كل واحده, وكل واحده بترجع ايه في حاله حصل فيها مشكله, يمكن دي بترجع نيجاتيف 1, يمكن الثانيه بترجع بوينتر فبترجع نال بوينتر. لا انا ممكن كلهم اعمل ثرو للمسج تقول ايه الايرور اللي حصل, وكل المسجز نوعها كونستنت كاركتر بوينتر, وبالتالي محتاجه كاتش واحده تهندل كل الايرورز اللي حصلت جوه التراي بلوك ده. اوكي شكرا يا دكتور. اتكلمنا على الكلام ده خلاص. دي ده الاكزامبل تاني اوكي. الاكزامبل برضو بتاع الديفيجن, لو اليوزر دلوقتي هو اللي هيدخل الرقمين فانا مش ضامنه اليوزر ممكن يدخل ايه. كتير قوي بحتاج ان انا اعمل هاندلنج لاي اكسبشن ممكن تحصل بسبب ان اليوزر دخل input مش مظبوط اوكي. فانا يعني اليوزر هنا هيدخل رقمين هيحصل لهم ديفيجن خلاص, وبعمل جوه التراي بلوك بقول كوشنت ايكوالز ديفايد نم 1 ونم 2. لو اليوزر نم 2 دخله 0 انا عايزه ايه ديفايد تعمل اكسبشن, تعمل ثرو لي اكسبشن من غير ما احتاج ان انا اعمل الديفيجن فعليا. يعني في الاكزامبل الاولاني خالص انا عملت الديفيجن وهندلته, طب ما انا ليه اعمل الديفيجن, ما انا اعمل تشيك الاول هل الرقم بزيرو, لو الرقم بزيرو اعمل ثرو لاكسبشن اهي. if denominator equal zero هعمل ثرو error cannot divide by zero else, او من غير else بقى. ليه من غير else؟ احنا ساعات في حاله الريتيرن ما بنقومش عاملين else ليه, لان ثرو دي زيها زي ريتيرن في انها خلاص انا هسيب الفانكشن وهمشي. كون ان انا لسه موجود في الفانكشن, انا لسه موجود في الحته دي ووصلت للحته دي, معناها ان انا ما عملتش ثرو, ومعناها ان انا ما دخلتش الاف, ومعناها ان الاف كانت فولس, فكاني عملت else بالظبط بس مش محتاجه اكتبها تمام. فبقول ريتيرن وبيعمل static cast دبل. احنا شفنا static cast دي قبل كده صح, شفنا dynamic cast صح, فاكرينها؟ حد فاكرها؟ في البوليمورفيزم دايناميك كاست, وان انا اعمل كاستنج لانه كان اسمه ايه, اسمه ايه اللي هو بين الهورس والبيرد ده بيجاسس. حد فكر؟ طيب هو عامه ستاتيك كاست دي بيلت ان فانكشن بتعمل كاستنج. يعني هو ده السي بلس بلس ستايل في الكاستنج, بدل ما بعمل زي ما كنا بنعمل ايه, كنا بنعمل دبل فاكرين اكيد شفنا, يعني دبل واقوم عامله مثلا اكس على واي اوكي. ده سي ستايل, الستايل القديم ده الجديد ستاتيك كاست وبين انجل براكتس بقوم حاطه التايب اللي انا عايزه احوله. طبعا ده بيحول لي مين, بيحول لي لفوق. فلما اقسم دبل على انتجر, هو عشان ما يقسمش انتجر على انتجر فيرجع له ناتج انتجر, فبيقسم دبل دلوقتي على انتجر يطلع له دبل تمام عشان تماتش الريتيرن بتاعي. طيب دلوقتي الديفايد بقى هنا لو حصل فيها اكسبشن نفس الكلام, هي بترجع مسج, يبقى طالما ان هي مسج كده بين دبل كوتيشن ثابته يبقى احنا برضو بنستقبله في ايه كونست كاركتر استرسك, وبعمل سي اوت الاكسبشن سترينج زي ما هو حسب ايه الفانكشن بعتت مسج عامله ازاي, وبعدها بطبع اند اوف بروجرام. يبقى اليوزر لو دخل مثلا 12 و2 هيشتغل عادي, ده كوشنت is 6 و end of the program. لكن لو اليوزر دخل 12 و0 هيقول cannot error cannot divide by 0, دي الاوتبوت اللي جايه من ايه, من الكاتش هنا. دكتور معلش. نعم. ايه الاكسبشن سترينج؟
exception string. لا انا بقول يعني احنا عملنا throw فين اللي هي عند constant. ما ده احنا قلنا ده او ده اسم variable. هو فين بقى الفاريبل ده؟ هو ده يعني احنا بنعرفه. انا لما باجي اعرف function بتاخد integer مش بكتب انت وبكتب اي اسم انا عايزاه في الدنيا اكس واي فال ام اي حاجه. هو ده الاسم. هو سماه اكسبشن string. ده اسم مش keyword. اسم variable. لو حطيته مسج زي اللي فات خلاص اوكي برضو شغال. وهطبع هنا مسج بارامتر لفانكشن زي بارامتر لفانكشن. اوكي طب اللي بيجي فيه بقى يعني اكسبشن string اللي هيتبعت له ما هو على حسب الثرو حصلت بايه. ما احنا قلنا اللي بس اللي بيتعمل مش ثرو وكاتش. احنا قلنا اعتبروها كوره. ثرو رمت حاجه. كاتش لازم تستقبل نفس نوع الحاجه. هنا ثرو رمت كونست كاركتر استرسك. يبقى لازم الكاتش تستقبل كونست كاركتر استرسك وهي اللي هتمسك الحاجه اللي اتبعتت اللي هي المسج بتاعتي. اوكي طيب. طب نفرض ان انا هنا جيت قلت ثرو مثلا 111. انا حره يعني اوكي ما حطيتش المسج دي خالص. هتيجي الكاتش دي لو فضلت بالشكل ده مش هتستقبله. هيطلع لي اكسبشن ان هاندلد اكسبشن. اوكي امال لا اغير دي واخلي نوعها انتجر تمام. ولو انا قلت سي اوت المسج بتاعتي هتطلع لي اللي هي ال 111 اللي حصل لها ثرو دي. اوكي يبقى لازم التايب يبقى ماتشنج مع الحاجه اللي اتعمل لها ثرو. اوكي عملت ثرو لانتجر استقبل في الكاتش انتجر. عملت ثرو لمسج ما بين دبل كوتيشنز كونست كاركتر استرسك تمام. عملت ثرو لاوبجكت من نوع اي حاجه انا حره هكاتش الاوبجكت دي او نوع حاجه من نوع الكلاس ده. الاوبجكت دي على حسب نوعها اي كلاس تمام. تمام تمام طيب قلنا كل الكلام ده خلاص. احنا بنقول ان دي بتعمل ثرو اكسبشن. فطبعا لو حصل اكسبشن دي مش هتحصل لان بقيه التراي بلوك ما بيتنفذش وبيدخل على الكاتش اذا كانت نوعها ماتشنج مع الحاجه اللي حصل لها ثرو. وبعد كده بيطبع سواء كمل التراي او ما كملهاش بيوصل للحته دي عادي جدا. وهتلاقي ان البروجرام بتاعك ريتيرند زيرو. الستاتس بتاعته زيرو يعني كانه ما حصلش فيه مشكله. واخدين بالكم احنا قلنا قبل كده ان في البروجرام في الاوتبوت كونسول عندنا الكوماند برومبت لما بتطلع في الاوتبوت في حاجه اسمها بروجرام تيرمينيتد وذ زيرو ستاتس. وساعات يقول لك وذ وان ستاتس او ستاتس ارقام غريبه. ده معناه ان حصلت مشكله. لكن في حاله ان انا اي هاندل ذا اكسبشن ودخل الكاتش هيقول لي ريتيرن زيرو ستاتس كان ايه ما حصلش اي مشاكل. مجرد هتطبع المسج بتاعتنا. طيب ايه حاجات ممكن تسبب لنا اكسبشنز؟ الريكيرجن ممكن يسبب لنا اكسبشن صح؟ حد يعرف ليه؟ بيعرف ليه ممكن الريكيرجن يسبب لنا اكسبشنز؟ ممكن يعدي حاجه اسمها الستاك ليميت باين. ليه بقى؟ ليه هيعدي الستاك ليميت ده؟ عشان بيحجز مكان في الميموري بالفاشن. هو الريكيرجن ده مش كانه اتريشن عامه زي اللوبس كده؟ هنا الريكيرجن كان في حاجه اسمها بتوقفني اسمها ايه؟ stack overflow يعني الريكيرجن نعم stack overflow تقريبا. لا لا بتوقفني يعني انا لما باجي ابرمج ريكيرسيف كود كود بينده نفسه مش لازم يبقى في حاجه توقفني at some point ولا كل ولا الفانكشن هتفضل تنده نفسها forever. البيس كلاس. البيس كلاس بالظبط. بالظبط البيس كيس. بيس كيس لازم في كيس مش هنده فيها نفسي خلاص. ده معناه ان كده الريكيرجن وقف. فلو الكود بتاعي بيفضل ينده نفسه والبيس كيس يمكن تكون مش مظبوطه ما بتتحققش نسيت اعملها
ساعتها الريكيرسيف كود ده هيفضل انفينيتلي ينده نفسه على طول، فممكن يعمل اكسبشن اوت اوف ميموري، خلص الميموري كل شويه احجز فانكشن جديده وبالفاريبلز بتاعتها في الميموري وبتاعه، وبعدين الفانكشن الجديده دي ترجع تنده نفسها، ترجع تحجز فانكشن مكان جديد ببارامترز مختلفه اند سو اون، فممكن يعمل اكسبشن. جود ايديا ان انا ايه احتياطي. طبعا ممكن برضو النيو اوبريتور، النيو اوبريتور ممكن يعمل اكسبشن. النيو ده بيعمل ايه اصلا؟ نستعمله في ايه؟ بنستعمله في ايه؟ مش بنحجز بيه ميموري؟ دايناميك ميموري صح؟ فممكن يعمل لي اكسبشن، ممكن مفيش مكان في الميموري مثلا، يعني من ضمن الحاجات اي حاجه بتالوكيت ميموري ممكن تسبب اكسبشن. الفاليو اللي بيحصل لها ثرو مش شرط ان انا استخدمها في الكاتش بلوك. يعني ايه؟ احنا قلنا ان في الاكزامبل اللي فات لو انا افترض ان انا قلت هنا كاتش وقمت حاطه 3 نقط بس، اوكي كده انا هكاتش الاكسبشن اه، بس مش هعرف اطبع حاجه. انا ممكن اطبع انا من عندي مسج واقول ايه، لان ما عنديش بارامتر دلوقتي، واقول ايرور. اوكي ممكن حاجه تانية، ممكن احط كاتش كونست كاركتر استرسك بس ما اكتبش اسم ال الفاريبل بتاعي زي الدمي بارامتر كده. اوكي يعني اي فانكشن لو انا حبيت ان انا يعني مثلا عامل بارامتر بس مش هستخدمه لسبب ما، يعني هو دامي بارامتر، يبقى انا ممكن اقوم حاطه اسم نوع البارامتر بتاعي بس ما اكتبش اسمه، ساعتها خلاص ما عنديش يعني اه هو هيدخل الكاتش تمام، بس ما عنديش حاجه اسمها اكسبشن سترينج. اوكي فانا يعني زي ما انا عايز، انا لو عايز استخدم الحاجه اللي هيحصل لها ثرو ممكن استخدمها، لو انا مش عايز استخدمها برضو هيشتغل بس ساعتها ما عنديش المسج اللي حصل لها ثرو او الفاليو. مش شرط تبقى، احنا مش عايزين نثبتها مسج لان هي في حالتنا اللي احنا شفناها لحد دلوقتي مسج، لكن ممكن تبقى اي حاجه تانية، ممكن اثرو اي حاجه. طيب يبقى احنا قلنا ان انا في حاله لو مش هستعمل الفاليو ذات از ثرون مش محتاجه اسم اكتبه في الكاتش بارامتر تمام. و برضو زي ما قلنا ان انا ممكن لو استعملت الجينيريك كاتش مش محتاج التايب اوف اكسبشن بينج كوت. اوكي في على فكره لو انت حابب نفترض ان يعني لو انت اللي بتعمل ثرو للاكسبشن فانت متوقع ايه التايب اللي انت بتعمل له ثرو فهتعمل له كاتش مظبوط. يعني هنا انا عارف ان انا اللي عامل ثرو للكونستانت كاركتر استرسك، فلما عملت كاتش عملت كاتش للكونستانت كاركتر استرسك. طب نفرض ان هيحصل اكسبشن، يمكن يحصل اكسبشن من السيستم ومش انا اللي عامل له ثرو، مش احنا اتفقنا ان ممكن يحصل اكسبشن من السيستم وممكن انا اللي اعمل ثرو بنفسي. اوكي طب نفرض انا مش عارف، ممكن تستعمل الجينيريك زي ما اتفقنا. اوكي الجينيريك كاتش، او ممكن تستعمل ان انت تكاتش، احنا قلنا ان اي اكسبشن بيحصل بيورث من البيز كلاس اكسبشن، فتقوم كاتب اكسبشن ريفرنس اي، معناها ان امسك لي اي حاجه نوعها اكسبشن، وحتى لو كانت واحده من الدرايفد كلاسز. يعني هو انا مش قادره افتكر دلوقتي الاكسبشن كلاس، بس هو عباره عن بيز كلاس كده اكسبشن تحتي في انواع كلاسز مختلفه، مثلا مش قادره افتكر بس يعني مثلا اي او اكسبشن يمكن يبقى فيه انذر اكسبشن اند انذر. اوكي فانا لما بمسك حاجه نوعها اكسبشن، ما هو اي او اكسبشن اذا اكسبشن، وده اذا اكسبشن، وده اذا اكسبشن، خلاص. فانا اكسبشن دي تمسك لي اي حاجه. اوكي فلو قلت اكسبشن ريفرنس اي، ليه استعملنا ريفرنس؟ دايما في البيج اوبجكت يستحسن عشان ما اعملش كوبي، بستعمل الريفرنس زي ما قلنا الكلام ده قبل كده.
لو انت عايز تشوف الاكسبشن ده جواه ايه بقى، بتقدر تعمل حاجه اسمها e.what. what دي ميثود جوه الاكسبشن كلاس، مجرد ديسكريبشن للاكسبشن، تمام؟ دي موجوده في اي نوع اكسبشن، تمام؟ فيقوم طابع لك كمان عشان انت تبقى فاهم، انت مش بستقبل اكسبشن وخلاص، انا عايز اعرف الاكسبشن جاي منين، اوكي؟ فممكن استعمل الميثود وات. مفهومه دي؟ ده في حاله مش انا اللي عامله ثرو، تمام؟ مش انا اللي عامله ثرو فمش عارفه ايه نوع الاكسبشن. مفهومه يا جماعه؟ نعمل اكتر من كاتش في نفس الكود. ما احنا لسه هنتكلم، احنا ممكن نعمل كذا كاتش بانواع مختلفه، كذا كاتش بلوك، بيبقى تراي بلوك واحد واعمل اكتر من كاتش. هي دي اللي انا كنت بقول عليها، خلاص. كل الاكسبشنز thrown by C++ have exception، بس على فكره الديفيجن عشان ما تجربوش بس وتلاقوا انها مش شغاله، الديفيجن باي زيرو ما بيعتبرش تبع الاكسبشنز، يعني مش تبع الاكسبشن كلاس، ملوش نوع اكسبشن. لو جيت تستقبله في اكسبشن بارامتر زي ده مش هيمسكه، تمام؟ وهنا مثلا اعمل سي اوت اكسبشن واطبع عن طريق الاي دوت وات، اوكي؟ هي اوبجكت طبعا من نوع اكسبشن، خلاص؟ واقول انه ايه has occurred. طيب احنا لحد دلوقتي شفنا دايما بيكون في كاتش واحده بعد التراي، هل لازم يبقوا كاتش واحده؟ لا، ممكن اعمل تراي واحده واكتر من كاتش وراها، بس كلهم ورا بعض زي الاف الس اف الس اف الس اف اند سو اون، اوكي؟ الكاتش هنا بتعتبر عامله زي بالظبط ما بعمل اوفرلودنج للفانكشن. يعني ايه؟ يعني كل كاتش يبقى ليها نوع مختلف عن التاني. دي انواع اكسبشن على فكره، اوت اوف ميموري، فايل نوت فاوند، ده الجينيريك كاتش، اوكي؟ دي كانها الالس، تمام؟ فكاني بقول اف الاكسبشن نوعه اوت اوف ميموري اعمل شويه الاكشن دول، لو الاكسبشن نوعه فايل نوت فاوند اعمل اكشن تاني، لو اي اذر اكسبشن بقى غير الانواع اللي فوق دي ادخل الاخراني ده، اوكي؟ فهي كانها اف الس اف، لان هي كاتش واحده اللي هتتنفذ، اول واحده هيبتدي تشيك بالترتيب، اول واحده هتماتش الاكسبشن اللي جاي بيه هيدخلها ومش هيكمل في الباقيين، اوكي؟ يعني ما ينفعش ان انا انفذ اكتر من كاتش بلوك، هو كاتش بلوك واحد اللي بيتنفذ، ولو ما فيش ولا واحد فيهم عمل ماتشنج للاكسبشن اللي معايا خلاص ولا واحد هيتنفذ، ويبقى كده الاكسبشن ما حصلوش هاندلنج، اوكي؟ طيب هو الـ out of memory والـ file not found دي اسامي ولا keyword؟ دي types of exceptions. اي مش اسامي عاديه. مش اسامي عاديه، لا ده اصل احنا خلي بالك ان احنا دايما بعد الكاتش بنكتب الداتا تايب وبعد كده اسم الاوبجكت، ما ينفعش ان انا اكتب اسم اوبجكت دايركت، لازم في تايب ما عدا في دي اللي ما فيهاش تايب، لكن لازم احط تايب في ما بين البراكتس، اوكي؟ وممكن تايب من غير اسم الفاريبل لو انا مش هستعمله، اوكي؟ لكن اتليست لازم الداتا تايب، فده كده طالما مكتوب كده يبقى ده داتا تايب. طيب يبقى when the matching signature يعني ايه؟ اللي هي التايب اللي في النص الكاتش ده is found that function is executed. انت الاكسبشن ما يحصلوش كود لو حصل throwing the exception من بره التراي بلوك. يعني انا مثلا في الكود ده كتبت هنا شويه كود والكود ده هو اللي عمل اكسبشن، مش هيحصل له هاندلنج لانه مش جوه تراي، اوكي؟ لازم الكود يبقى جوه تراي عشان لو حصل throw the exception فيه يحصل له هاندلنج. يبقى دي حاجه ان الكود اللي عمل مشكله هو اصلا بره التراي بلوك. ولو مفيش كاتش بلوك بتماتش الداتا تايب اللي الاكسبشن اتبعت بيه، اوكي؟ ساعتها برضو الاكسبشن مش هيحصل له هاندلنج. عشان كده اتس ا جود ايديا ان انا دايما ازود الكاتش اللي هي الجينيريك كاتش دي، عشان في حاله ان ولا تايب ماتش على الاقل تماتش الكاتش الاخرانيه دي. طبعا لو الاكسبشن از نوت كوت البروجرام ويل تيرمينيت. ايه ده، هو مش هيويل تيرمينيت في اي كل الاحوال؟ لا،
لو هو عارف يدخل كاتش من الكاتش دول ما عندوش مشكلة ان هو يكمل اي كود فاضل هنا، تكملت البرنامج يمكن لسه في تكملة ما فيش مشكلة خالص. لكن في حالة ان هو الاكسبشن ما حصلوش هاندلنج وما عرفش يخش اي كاتش، مش هينفذ اي حاجة من دول خالص. اوكي، عرفنا الفرق ان هو لو دخل، لو انا عملت هاندلنج للاكسبشن هيكمل بقية البرنامج اللي بعد الكاتش بلوك عادي جدا، تمام، يمكن يكون بارت مش معتمد على البارت الاولاني. لكن لو هو ما عرفش هاندل الاكسبشن خلاص هي اكزيت البروجرام على بعضه. في حاجه اسمها اكسبشن كلاس، ممكن تتعرف جوه الكلاس، يعني بعرف اكسبشن كلاس جوه الكلاس بتاعي، تمام، واقدر اعمل لها ثروينج كاكسبشن من خلال اي ممبر فانكشن جوه الكلاس بتاعي. الاكسبشن كلاس ده ممكن لما باجي اعرفه ممكن يبقى فاضي خالص، ما فيهوش اي ممبر فاريبلز ولا ممبر فانكشنز، وانا لو حبيت عايز اعرف له ممبر فاريبلز وفانكشنز برضو ممكن اعمل كده. اوكي، هنشوف برضو الطريقتين. طبعا لو انا الاكسبشن كلاس بتاعي عرفته فاضي من غير اي ممبرز، معناها ان انا مجرد الاكسبشن كلاس ده لو عملت له ثرو خلاص انا عملت سيجنال لايرور، ولو حطيت له ممبرز معناها ان انا الايرور داتا، يمكن انا عايز اعرف حاجه تفاصيل عن الحاجه اللي سببت الايرور، فهعمل ممبرز للاكسبشن كلاس بتاعي. وممكن يبقى عندي اكتر من وان اكسبشن كلاس جوه الكلاس بتاعي الاساسي اللي انا اللي انا عاملاه وعايزه هاندل فيه اي اكسبشن يحصل. مثلا ده كلاس اسمه ريكتانجل، طبعا شفناه زمان قبل كده كتير، تمام، عنده الويدث واللينث. عندي اهو ادي عرفت اكسبشن كلاس، تمام، كتبت كلاس نيجاتيف سايز، ده اسم الكلاس بتاعي، فتحت كيرلي براكت وقفلته على طول وقفلت السيمي كولن، ده تعريف فاضي لكلاس اسمها نيجاتيف سايز. اوكي، وبعدين كملت بقيه الكلاس بتاعي ريكتانجل عادي جدا ديفولت كونستراكتور، وعندي ميثود اسمها سيت ويدث وسيت لينث. تفتكروا الكلاس ده معمول هيهندل ايه من اسمه كده؟ احنا قبل كده قلنا لو في ويدث او لينث بنلازم. نعم، لو في ويدث او لينث بنلازم. بالظبط، لو في لينث او ويدث، وده هيحصل امتى في الميثودز بتاعتي دي، هي دي اللي بتست. احنا هناخد بالنا ان مفيش كونستراكتور، الكونستراكتور بس ديفولت وعنده ويدث ولينث بزيرو، فدي ما مش هتحصل فيها مشكله. المشكله في سيت ويدث وسيت لينث ان هما بياخدوا فاليوز، فالفاليوز دي في حاله لو نيجاتيف انا مش عايزاه يحط النيجاتيف فاليو دي بس يعمل ثرو لاكسبشن. فنلاقي جت ويدث وجت لينث وجت اريا ما فيهمش طبعا اي تغيير، ما هما ده بس مجرد بيريتيرن فاليوز. لكن سيت ويدث بتعمل ايه بقى؟ لو الويدث اكبر او يساوي زيرو دي فاليو مسموحه، فبتست الويدث بدبليو. ايلس لو الكلام ده مش صحيح يعني الفاليو نيجاتيف، بيعمل ثرو وبيقوم كاتب اسم الكلاس وال بيفتح وبيقفل براكت. ليه بيفتح وبيقفل براكت؟ عشان ده كانه فانكشن كول يكسكيوت الكود اللي جواه يعني. هو كانه ده الكونستراكتور. احنا قلنا قبل كده على قصة انا ابعت بارامتر اوبجكت اون ذا فلاي كده، فاكرينها ولا لا؟ فاكرين كان عندنا زمان كلاس ساعه الاجريجيشن لاين، وكان بيستخدم كلاس بيعمل اجريجيشن كلاس اسمه بوينت، على اساس اللاين بيتعرف بتو بوينتس، فكنا بنقول بوينت بي 1 وبي 2، فاكرين حاجه زي كده يعني. وبعدين قلت انا لو من المين حبيت ان انا اعرف اوبجكت من الكلاس لاين، وادي نفترض ان اي دي لاين، وبياخد الكونستراكتور بتاعه بياخد بوينت مثلا بي وبوينت كيو، وبيست الاي بي 1 مثلا بتساوي بي، بي 2 بتساوي كيو. اوكي، ده الكونستراكتور الوحيد بتاعي. لو انا حبيت اعرف من المين لاين ال، محتاج ان انا ابعت له two point objects، يا اما اعرفهم فوق واقول ان في عندي point مثلا واحده اسمها r
واحده اسمها اس وادي لهم ايه نفترض الكوردينتس بتاعتهم وابعتهم هنا ار واس. او الاوبشن الثاني لو انا مش عايزه اعمل حركه ان انا اعرف البوينتس دي، قلنا ان انا ممكن اقوم كاتبه على طول بوينت، كتبت اسم الكلاس ولو عنده كونستراكتور بياخد 2 بوينتس اقوم كاتباها كده على طول. كده اللي بيحصل ان هو بيعمل كرييشن لاوبجكت، بس الاوبجكت دي ملهاش اسم بالنسبه لي انا، يعني انا هنا التو اوبجكتس دول اتعملوا حصل لهم كرييشن في الميموري بس هما مالهمش اسم، هما اتبع يعني اتعملوا temporary كده on the fly واتبعتوا لمين؟ لل لللاين كلاس عشان يست البوينتس بتاعته من خلالهم. لكن انا ما عملتش creation لاوبجكتس زي في الطريقه دي ان انا عرفت r و s، لا قمت قايله اسم الكونستراكتور واديت له البارامترز بتاعته هو عمل creation لاوبجكت. فهنا انا كاني بعمل creation لاوبجكت، يعني ده يعتبر كاني بنده الديفولت كونستراكتور اللي هو طبعا اي كلاس فاضي انا ما عملتلوش، هو الكومبايلر كده كده بيعمل له ديفولت كونستراكتور. فانا هنا كاني بعمل ايه، ببعت اوبجكت من نوع نيجاتيف سايز، تمام. ونفس الكلام في حاله سيت لينث، بعمل اوبجكت من نوع نيجاتيف سايز وبعمل لها ثرو. يبقى انا المفروض في المين لما اجي اعمل اوبجكت من نوع ريكتانجل وسيت لينث وسيت ويدث، مش المفروض الكلام ده احطه اولا ما بين تراي بلوك، صح؟ ريكتانجل ار هو حاليا عنده بس ديفولت كونستراكتور، وبعدين يمكن هقرا من اليوزر مثلا اللينث والويدث وهعمل ار دوت سيت لينث بالال واعمل ار دوت سيت ويدث بالدبليو. جميل، كل ده جوه تراي بلوك. احتمال اليوزر يدخل ارقام غلط بالنسبه لللينث والويدث، فانا هعمل ايه؟ كاتش. هكاتش ايه بقى؟ هو بيعمل ثرو لحاجه اوبجكت نوعها نيجاتيف سايز، بس انا مش هقدر اكتب هنا نيجاتيف سايز ده على طول. ليه؟ عشان نيجاتيف سايز ده جوه كلاس تاني. كلاس تاني اسمه ايه؟ كلاس اللي احنا جواه اسمه ايه؟ ريكتانجل، صح؟ فالاوبجكت بتاعتي اللي من نوع نيجاتيف نيجاتيف سايز بكتب، بقوم كاتش بكتب الاول اسم كلاس اللي انا جواه الاساسي اللي هو ريكتانجل واعمل سكوب ريزولوشن اوبريتور واكتب نيجاتيف سايز. انا طبعا ما عنديش مكان بس ايه المفروض في نفس السطر ده. كده نوع الاوبجكت اللي هتتبعت، اوكي. طيب ده التايب، يعني ممكن اكتب بقى اوبجكت دلوقتي اسم الاوبجكت نفسها. لو انت عايز تكتب اسم الاوبجكت تكتبها، بس هي حاليا فاضيه تماما، صح ولا لا؟ لان الكلاس لو انا عملت اوبجكت من كلاس نيجاتيف سايز، هل الاوبجكت دي عندها اي ممبرز خالص؟ ما عندهاش. انا حتى لو عملت اوبجكت هنا كتبت اوبجكت جوه الكاتش بلوك مش هقدر استفيد بيها، لان هي اوبجكت دوت اي حاجه مفيش اي حاجه. ففي اللي بيحصل ان انا في الاخر بكاتش بكتب التايب وما بكتبش اسم الاوبجكت بتاعتي. اهو كاتش ريكتانجل نيجاتيف سايز، اوكي. وانا اللي بطلع الايرور مسج من عندي بقى، ايرور ا نيجاتيف فاليو واز انترد. طيب هل ممكن ان انا اعمل اتنين كلاسز، واحده تقول لي ان نيجاتيف مثلا لينث وواحده تقول لي نيجاتيف ويدث؟ ينفع، ممكن نقوم مزودين هنا انذر كلاس، يعني دي ما تبقاش اسمها نيجاتيف سايز، دي ما يبقاش اسمها نيجاتيف سايز، يبقى عندي كلاس احط بقى ايه على جنب ايه ده. وفاضي برضو. وكلاس تاني احنا قلنا ان ممكن نعمل اكتر من exception class جوه class الاساسي، تمام. ولما اجي اعمل throw اعملش throw نفس الحاجة، هنا throw negative width وهنا throw negative
length. طيب ايه الميزة؟ الميزة ايه؟ الميزة ان انا اعرف اميز في المين مين الفاليو النيجاتيف اللي فيهم. تمام؟ فبدل ما اقول كاتش بالشكل ده هعمل اتنين كاتش، واحدة ريكتانجل نيجاتيف لينث، وساعتها اقدر اطبع بقى بكل ايه ثقة، هقول نيجاتيف لينث was entered، واعمل واحدة زيها بالظبط لمين؟ لمين؟ للنيجاتيف ويدث، واقول النيجاتيف ويدث از انترد، فعرفت اميز ما بين الاثنين. عشان كده ممكن احتاج اكتر من اكسبشن كلاس، ممكن اخلي لكل نوع اكسبشن، لو انا عايز اميز ما بينهم كل نوع اكسبشن ليه كلاس، وفي الاخر هي كلاس عباره عن سطر واحد وفاضيه وما فيهاش اي حاجه. اوكي مفهومه دي؟ تمام يا دكتور. اوكي هو هنا اهو اليوزر لما دخل ارقام بوزيتيف البروجرام اشتغل عادي، لكن لما دخل 5 ونيجاتيف 5 اللي حصل قال a negative value was entered. A negative value دي عارفين المسج بتاعت your user name or password was incorrect، يعني ليه هو يا دي يا دي. اوكي لو انا عايزه اغير ما يعني اميز ما بينهم ممكن اعمل اكتر من exception class. ده example برضو ممكن تبقوا تعملوه على برضو الاكسبشن كلاسز، كلاس نيمد تيست سكورز. انا في حاجه بس عايزه اقولها قبل ما انسى، عشان في ناس كان كتير قوي بعتوا لي على قصه اللاب تاسك وفايتهم لاب تاسكس وكده، فانا نزلت النهارده تاسك صغيره ممكن اللي حابب، بس ده ليه علاقه بدرجات اللابس بس، اللي حابب يعملها وعشان يعوض مثلا ما حضرش مره او اكتر ممكن يعملها ويسلمها في خلال اليومين اللي جايين. اوكي طيب احنا اتفقنا ان once ان الاكسبشن حصل له throwing، اوكي البروجرام مش بيعمل return خلاص للحته اللي عمل عندها throw. يعني طالما انا في مثلا في function عملت throw اي حاجه تحتيها مش هيرجع لها تاني خلاص. اوكي الفانكشن executing the throw terminates، بتخلص على كده. تمام؟ و اللي بيحصل طبعا ان اي functions جوه ال try block، يعني نفترض ان انا عندي try اوكي وجواها function 1 وراها function 2 function 3، طبعا هو المفروض ان كل الفانكشنز دي من قبل الاكزيكيوشن محطوطه في الستاك. اوكي فنفترض ان فانكشن 1 دي عملت ثرو لاكسبشن، اللي هيحصل ان هو مش هينفذ دول، فبيبتدي يفضي الستاك من اي حاجه دخلت جواه من خلال بقيه التراي بلوك ده خلاص، فدي اللي هي اسمها انوايندنج ذا ستاك. يا دكتور معلش مش فاهمه الحته دي. مش احنا قلنا ان مفيش حاجه بتتنفذ من بعد التراي بلوك، يعني جوه التراي بلوك لو حصل اكسبشن في السطر الاول وبقيه التراي لسه موجوده ما اتنفذتش، ما بتتنفذش خلاص. تمام؟ هو ما فيش داعي ان هو يخلي فانكشن 2 وفانكشن 3 جوه الستاك، محتاج يشيلهم لان هم خلاص مش هيتنفذوا. كل التراي بلوك مش بقيته مش هيتنفذ. فدي اسمها انوايندنج ذا ستاك، ان هو بيشيل من الستاك اي فاليبلز او حاجه عرف او اتعرفت حتى كمان قبل فانكشن او بعد هتيجي بعدها هتتشال من الستاك. كان في الكاتش بس، يعني في الكاتش لو عمل اكسبشن لحاجه خلاص بيقفل بقيه البروجرام. لا احنا قلنا لما بنعمل بيعمل كاتش مش بيقفل بقيه البروجرام، يعني مش بيعمل كاتش للكاتش الباقيه بس بيكمل البروجرام. بيكمل بعد كل الكاتشز يكمل بقى الكود اللي تحتيهم. تمام. طبعا لو في اي اوبجكتس موجوده في التراي بلوك بيحصل لها destruction، يعني انا لو كنت هنا معرفه جوه التراي مثلا هنا كان في اوبجكتس او حاجه خلاص بيبتدي يحصل لها destruction، لان خلاص كاني فانكشن وبخرج منها. لما بخرج من الفانكشن ايه اللي بيحصل؟
كل حاجه جوه الفانكشن دي ريليتد بالفانكشن بتتشال من الستاك. فهو نفس الكلام هنا في التراي. ده كلاس اسمه اري. اوكي اري ده عنده عامل اوبريتور اوفرلودنج للايكوال اوبريتور، يمكن دي ما شفناهاش كتير بتالي قبل كده. عنده برضو السبسكريبت اوبريتور اللي انتوا بتحبوه انا عارفه والاوتبوت اوبريتور عشان يطبع الاري، تمام. وعنده اكسبشن كلاس اسمها اكس باوندري. طبعا طالما في اريز يبقى في مشكله دايما في السبسكريبت، وببقى خايف ان السبسكريبت اللي اتبعت اللي هو اللي هيجي هنا ده ببقى خايف ان هو يبقى بره الرينج بتاعي، يعني اقل من الزيرو او اكبر من السايز بتاع او اكبر او ايكوال من السايز بتاع الاري بتاعي، صح؟ فيستحسن ان انا اهندل موضوع الايه ان الاكسبشن ده يحصل، سواء بقى باكسبشن كلاسز او كونديشنز او اي حاجه يعني. طيب انا في بس حاجه عايزه عارضه كده عايزه اقولها. الايكوال اوبريتور ده اللي احنا عاملين له اوفرلودنج اللي هنا ده، ده هيتنده امتى؟ من المين؟ لو انا عملت يعني، حد يقدر يديني اكزامبل ستيتمنت مثلا ممكن تندهه؟ هو على فكره الكود بتاعه جوه الايكوال شبه الكوبي كونستراكتور جدا، بس هما بيتندوا في احوال مختلفه. يعني في شكل الكولز اللي بتندهم لو انا بستعمل الاري ده من المين مختلف عن بعضها. يعني انا لو قلت اري اي وعندي كونستراكتور بياخد السايز، او عندي كونستراكتور بياخد السايز، وقلت A of 0 equals 10 مثلا، وجيت قلت array B equals A، هل ده هينده ده السطر ده عند الاوبريتور overloaded ده؟ او لا؟ حد يعرف يقول لي؟ حدش عارف؟ هو احنا شفنا الستيت قبل كده انها دي بتنده كوبي كونستراكتور سواء بالشكل ده او بالشكل ده، الاثنين دول بيندهوا كوبي كونستراكتور. هل ده كوبي كونستراكتور؟ لا المفروض ده مش كونستراكتور، ده مش كوبي كونستراكتور ولا كونستراكتور خالص، ده اسمه اوبريتور ايكوال. امال امتى هيتنده؟ لو انا قلت اري دي مثلا اديته 3 لان هو انا محتاجه الكونستراكتور يا اما ابعت له سايز، هو عنده برضو ديفولت سايز يعني. اري دي على فكره عنده كوبي كونستراكتور برضو، يبقى ده الستيتمنت 1 و2 هيندهوا ده. طيب لو انا قلت array d of 3 وقلت d equals b، ده statement 3 دي هتنده دي، عشان دي assignment دي مش constructor. اي assignment بيحصل وقت construction بتاع الobject بيعتبر copy constructor، لكن الassignment الطبيعية اللي هي بتيجي بعد كده دي equals b، او ممكن بعدها اقول تاني دي equals a، انا حرة. اوكي بس طبعا ايه يعني لازم يكونوا نفس السايز، يعني دي equals a برضو هتنده الاساينمنت. ايه الفرق بين الاساينمنت والكوبي كونستراكتور؟ الفرق ان الاساينمنت ممكن تتكرر اي عدد من المرات وبتبقى بعد الكونستراكشن بتاع الاوبجكت، يعني ملهاش علاقه بان انا اعرف الاوبجكت في وقتها، خلاص بتكون الاوبجكت اتعرفت اوريدي. الاري دي الاوبجكت دي خلاص اتنده لها كونستراكتور تاني، فدي اساينمنت عاديه، فدي هتنده الاوبريتور اللي قدامنا اللي هو الايكوال اوبريتور. اوكي تمام تمام طيب هنرجع للاكسبشنز. احنا عملنا اكس باوندري، هنشوف بقى اكس باوندري دي امتى عملها ثرو. هو في كتير صح؟
ولا ايه؟ طيب ده الكونستراكتور اللي هو بياخد السايز، تمام، بينيشاليز بسفار، وعندي الاوبريتور ايكوال. لو بصيتوا ليه هتلاقوه بالظبط زي الكود بتاع الكوبي كونستراكتور. اوكي، هو مختلف بس في ايه؟ الكونستراكتور طبعا ملوش ريتيرن. هنا انا ملاحظه ان الايكوال ليه ريتيرن. ليه عامل كده؟ عشان لما عملنا قصه الدي اللي احنا شفناها من شويه دي، ما قلت اري دي بتري وكنت مساويه بالاوبجكتس اي وبي، اقدر اقول دي ايكوالز بي ايكوالز اي. اوكي، كلهم يتساووا بالاي. اوكي، هو عايز ان الاساينمنت ترجع الاوبجكت اللي بيحصل فيها اساينمنت، يعني الاي هتروح للبي وبعد كده قيمه البي هتروح للدي. اوكي، فهو بيعمل ريتيرن لاسترسك ديس في الاخر. هو ده يمكن الفرق يعني. الكود بيقول if this equals equal equal ال right hand side، لو هو already they are equal، خلاص if they are equal خلاص بي return نفس الاوبجكت وخلاص، ما بيعملش بقى الكود. تمام، طبعا الايكوال دي فين؟ ايه this دي جايبينها منين؟ لا هو this احنا تعرضنا لها كتير. this ده pointer جاهز للكلاس اوبجكت موفره لنا السي بلس بلس. هو this ده انت مشفتيهاش قبل كده؟ لا صراحة لا، انت فاتك كتير، ده من قبل الميد تيرم. طيب بعد كده هو بيعمل حاجة يا جماعة يعني كويسة. خلاص دلوقتي انا قلت ان انا لازم يكون نفس السايز، يعني انا مثلا اديته حجم 3 علشان انا كنت معرفة قبلها الاي مثلا او البي كنت عاملة حجمهم ب3. اوكي، لا هو عامل ايه بقى؟ ان حتى لو انا عرفت الدي بالديفولت كونستراكتور اللي هو بيدي ديفولت سايز انا مش عارفاه، يمكن يبقى اصغر او اكبر من الثلاثة، الله اعلم. خلاص هو هنا ايه 10 اكبر، تمام، اقدر اقول دي ايكوالز اي، واللي يحصل ان هو هيفضي الدي من اللي محجوز له من العشر اماكن دي ويحجز مكان جديد على الثلاث اماكن بتوع الاي، فهي مش لازم يكونوا نفس الحجم، انا هخليهم لك نفس الحجم، هخلي اللي على الشمال نفس حجم اللي على اليمين. خلاص، انا ليه بشرح الكود ده؟ عشان هو ده كود مفيد بشكل عام في السي بلس بلس. احنا صحيح هو بره السكوب بتاع الاكسبشنز، بس يهمني ان انتوا تعرفوه. هنا هو بيعمل ايه؟ بيديليت الاري اللي مبعوت له، يعني الاوبجكت بتاع الاوبجكت اللي نادهت الاوبريتور اللي هي دي، بيشيل الاري بتاعها خالص ويفضيه، يعني بيعمل له فريينج كانه مش محجوز. اوكي، ليه؟ عشان بيجهزه عشان يحجز مكان على قد الاري بتاع الاي. بعد كده بيبتدي يسات السايز بالسايز بتاع الاوبجكت اللي جايه له، وبعد كده يبتدي يحجز اري جديد بالسايز الجديد، يبقى حجز اري لدي بالسايز الجديد، وبعد كده بيمشي على الاري واحد واحد يسات الاليمنت عند الاي بالرايت هاند سايد اللي هي الاوبجكت اوف اي. ايه الشكل ده؟ مش المفروض تبقى ار اتش اس دوت دوت اسم الاري ايه؟ بي تايب. احنا عاملين اوفرلودنج للاوبريتور. احنا عشان عاملين اوفرلودنج فبنقدر نقول اسم الاوبجكت ونحط على طول الاوبريتور السبسكريبت اوبريتور ونحط الاي دايركتلي. اوكي، طبعا دي هتشتغل برضو بس دي ايه اسهل. اوكي، فقلت الاري element اللي عند الاي قد ايه الاري element بتاع الرايت هاند سايد اوبجكت عند الاي، وبعد كده بيريتيرن الاوبجكت اللي واقف عليها مش بوينتر ليها، بيرجع اوبجكت على طول، هي اري ريفرنس. تمام،
يرجعها كريفرنس، فبعمل ريتيرن لاسترسك ذس. اوكي تمام، ممكن تبقوا تجربوا الكود ده يعني، كويس كويس ان احنا نجربه ونشوف. طيب ده الكوبي كونستراكتور. الكوبي كونستراكتور بقى الدنيا ابسط شويه. بما انه كوبي كونستراكتور فانا عارفه ان هو مش محجوز قبل كده. مشكله الاساينمنت اوبريتور ان انا عارفه ان الاوبجكت از اوريدي كونستراكتد، اللي هتبقى على شمال الاساينمنت اتس اوريدي كونستراكتد، لانها ايه اكيد متعرفه من قبل كده. وبالتالي لازم اشيل الاري القديم بتاعها وافضيه وارجع ابنيه من الاول وجديد، واحط فيه الاليمنتس بتاعه الرايت هاند سايد في الاساينمنت. لكن في الكوبي كونستراكتور انا عارف ان الاري لسه فاضي وما اتحجزش لان ده كونستراكتور، فالاوبجكت لسه حالا متعرفه، فببتدي اسات بقى السايز بالسايز بتاع الاوبجكت، وابتدي احجز الاري بتاعي. اوكي okay؟ اللي هو من اول بقى البارت ده، يعني انا اخدت من اول البارت ده في الاساينمنت، وما خدتش طبعا الريتيرن الاخرانيه لان الكونستراكتور ملهوش ريتيرن. وفور اي ايكوال 0 نفس اللوب اللي هي بتساوي element by element. اوكي مفهومه؟ لسه حتى ما عملناش اللي هي الاكس باوندري. اهو بيقول دلوقتي جاي له اوفست معين وعايز يتاكد ان الاوفست ده مظبوط. ف بيقول لو الاوفست greater than or equal 0 and الاوفست less than السايز، يبقى انا كده مظبوط، انا في الباوندريز المظبوطه. ريتيرن الاري عند الاليمنت عند الاندكس اوفست. تمام. طب ده معناه ان هو هيرفد لو دخل الايف كونديشن دي، معناها ان هو عمل ريتيرن وخرج من الفانكشن. كون ان هو لسه موجود في الفانكشن معناها ان الايف كونديشن دي فيلد، ومعناها ان الاوفست مش مظبوط، فساعتها على طول بيدايركتلي ثرو اكس باوندري. اوكي يعني بيعمل ثرو ل اللي هي الاكسبشن، نوع الاكسبشن كلاس. مش عارفه ايه دي بصراحه. appear msc هي دي مش هت يعني هو مش هيوصل مفروض للحته دي خالص. اوكي انا هبقى ادور لكم عليها يعني، او هصلحها في السلايد يعني لو هي ملهاش لازمه. هو احنا قلنا ان ثرو دي زي الريتيرن، فهو من بعدها ما بينفذش حاجه. لو انا نفذت ثرو مفيش اي حاجه بعدها تتنفذ خالص. ده الاوبريتور بتاع الاوتبوت ما فيهوش اي تغيير عن يعني ملوش علاقه بالاكسبشنز خالص. هو الفكره بس ان انا في الكاتش في المين طبعا اللوب بتاعتي اللي هتاخد من الاري، انا عامله الاري بتاعي حجمه 20. اوكي و ماشي بلوب 100 مره. اوكي وبيقول انت اري اوف جي ايكوالز جي، اللوب دي هتشتغل 20 مره مظبوط لان انا حاجزه ب 20. من اول المره ال 21 اللي هي عند الجي ب 20 هيحصل ايه؟ دي هتنده الاوبريتور ده، والاوبريتور ده هيعمل ايه؟ هيطلع اكسبشن اللي هي الاكس باوندري، فهيقوم عامل الكاتش. مش هيكمل بقى اللوب طبعا، هيدخل على الكاتش ويقول unable to process your input. يبقى الاول 20 elements هيتبعهم عادي خالص واحده بواحده، اللي هو ايه الاليمنتس هو من 0 ل 19. بعد كده من اول ال 20 مش هيطبع 20، هيقول unable to process your input، وبعدين هيطبع done وخلاص ويخرج البروجرام بتاعي اهو لغايه ان array of 19، وبعد كده الستيتمنت دي وبعد كده دان. مش هيرجع لللوب تاني ومش مش هيكمل خالص في التراي. تمام. هنا في حاله لو انا عايزه اعمل هاندلنج لمالتيبل اكسبشنز، ممكن نخلي البارت ده للمره اللي جايه، عشان كمان ممكن نجرب ان لو الكلاس عندي بدل ما هو empty classes كده ممكن نحط فيه members ونعمل example بالموضوع ده. اوكي نشوف ازاي ان انا ممكن استعمل الممبرز في ان انا اعرف اكتر عن الاكسبشن اللي حصل. في اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟
طيب تمام، هشوفكم ان شاء الله في ميعادنا يوم الثلاثاء اللي جاي، وبس كده، سلام عليكم.